أنا صح؟ شفتي يا عاطف أنا صح إزاي؟ سمعت بودانك؟ جابر طاحون هو اللي بعته، عايز يفرق بيني وبينك زي ما فرق بيني وبين إخواتك. وأنا مش فارق معايا ياما، الراجل بينقطني وبيرد جميلك عليه، ودي فرصتي اللي أنا طول عمري بحلم بيها واستحالة أضيعها. طب وأنا يا عاطف؟ وأنا كمان مش فارقة معايا؟ مش فارقة معايا إزاي يعني؟ مش فاهم. تبقى الفلوس طيرت مخك يا عاطف ونسيت مين هو شوقي النون. عايز تشتغل عند الكلب اللي كان هيبشني في الشارع وانت اللي نجتني منه؟ وانا بقى دلوقتي بنجد نفسي من الفقر والقحرطه اللي انا عايش فيها دي. لا لا يا عاطف، قول لا، ابوس ايدك يا ابني. انا عارفه ان انا امك غاليه عندك ومش هيهون عليك تكسر قلبي. وانت ما يهونش عليك تكسري قلبي يا ام. لا ده انا بحميك، بحميك من الشر والاذيه والقرش الحرام. سامحيني يا ام، بس انا ما اقدرش اضيع الفرصه دي من ايدي عشان الكلام اللي ما عندكيش غيره. انا همضي معاك يا نور. انسرتي ايدي في رجلك يا علا يا عريس، الف مبروك. يبقى ما تمديش قسيمة جوازي يا عاطف، وانا اللي بقول لك اهو مش عايزاه. اخرسي يا صح، ما تقوليش كده، ده عاطف بيحبك. ما بحبهاش ياما، انا عملت كل ده عشان ارضيكي، ودي حاجات من عندها. يبقى هدار ما دخلك شر. ما دخلك شر؟ ما دخل اهو، دخل الشر. اولكش ضربك بالمطوة، ودلوقتي النونو جاي يقشط علينا غم وخراب. مش ضربك يا نونو، انا بقى اللي هاجيكك. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.